مفهوم التعاطف. عندما ترى شخص ما، سواء كان يواجه وضعا صعبا أو أنه سعيد، هل تحاول أن تضع نفسك مكانه وفهم ما يشعر به؟ هل تكون سعيدا عندما ترى شخص سعيد؟ وهل تكون حزينا أو مشغولا لرؤية شخص ما يعاني من حالة معينة؟ حالة التعاطف هي المقدرة على فهم الحالة العاطفية لشخص آخر. إن مفهوم التعاطف قريب من مفهوم التراحم، ولكن الرحمة تفترض أيضا وجود الرغبة في تخفيف أو في تقليل معاناة الآخر. وفقا لفلسفة مارشال روزنبرغ، يتم فهم التعاطف على أنه بين الآخرين على افتراض وفي حال قيام شخص ما بفعل شيئا سيئا بالنسبة لك، بأن لديهم سببا وجيها للقيام بذلك بدلا من الحكم مباشرة على أنها أنانية أو غير متوقعة. الرحمة في الواقع تحاول ألا تفترض الأسوأ، بل تحاول بدلاً من ذلك فهم الآخر. يمكن للأشخاص الآخرين تعريف الرحمة على أنها رؤية الناس كما هم والتودد لهم على أي حال. لذا فإن مفهوم الرحمة غامض بعض الشيء وفضفاض، ويمكن أن يعني الكثير من الأشياء. ولكن لنتذكر دائماً مقولة جورج برنارد شو، بأنه من السيء أن نكره الآخرين، لكن الخطيئة الأكثر سوءاً هي أن لا نبالي بهم. هذا بحق هو جوهر اللا إنسانية.